إغلاق تام، قلق وخوف. في اللحظات الصعبة كانوا موجودين لأجلنا، أطباء وكوادر تمريضية ومسعفين، قوات الأمن والشرطة. في الوقت الذي نجلس في بيوتنا آمنين، تسهر عيونهم على سلامتنا. تحية لخط الدفاع الأول الذين تفانوا في العمل والعطاء بدون حدود. ولأن الأمل موجود، عدنا ولكن بحذر. نحب الحياة، نحب الفرح، ابقوا بأمان لأجل من تحب.